في سنة 2236 ازدهرت تكنولوجيات استكشاف الفضاء، وأصبح رواد الفضاء من أكثر الحرفيين إجلالاً واحتراماً في النظام الشمسي. ورغم جميع التقدمات التكنولوجية، لم نتمكن من رصد أي إشارة على وجود حياة لمخلوقات فضائية، أو بالأحرى لم يكن الأمر كذلك إلا قبل سنتين. سجلت وكالة الفضاء العالمية أو GSA إشارة متكررة لا تشبه غيرها أتت من مجرة تتحرك على بعد مليارات السنوات الضوئية، فقرروا صنع مركبة فضائية فريدة من نوعها تفوق سرعتها سرعة الضوء لاستكشاف مصدر الإشارة. واليوم لقد جهزت أخيراً ومنحت اسماً يلائمها، مركبة الدرب إلى الحلم الأخير، أو الاسم الذي أطلق عليها اختصاراً مركبة الأمل. لكن ثمة مشكلة، للوصول إلى سرعتها القصوى يجب التحكم بها يدوياً، وسيصعد هؤلاء الأربعة على متن المركبة للشروع في أهم مهمة في التاريخ، ربما لن يعودوا مجدداً. اتخذ رواد الفضاء مقاعدهم وشغلت المحركات. بدأ برج المراقبة الأرضية في العد العكسي، 5 4 3 2 1. انطلقت مركبة الأمل في الجو، ينقلها حاملها الصاروخي. السماء ملبدة بالغيوم، لكن في الثواني القليلة الأولى فقط، وها نحن أولاء في السماء الصافية فوق الغيوم. تغادر مركبتنا الفضائية الغلاف الجوي الآن، وتستعد لمجابهة واحد من العوائق العديدة، الحطام الفضائي. حتى في وقتنا الحالي لا يزال الكثير منه يطفو في المدار، لكن الطيارين بارعون، لذا ليس هناك احتمال تقريباً. أو كلا، انظر إلى تلك القطعة العملاقة من المعادن التي تتجه صوبهم مباشرةً. أوه يا إلهي، لقد كادت تصدمنا. والآن بما أننا مررنا بسلام، يجب أن تتولى مركبة الأمل زمام الأمور بنفسها وتشغل محركاتها الفضائية. أول جسم صلب يعترض طريقنا كان بطبيعة الحال القمر، فهو يقع على بعد 385,000 كيلومتر، وهو القمر الطبيعي الأوحد والوحيد لكوكب الأرض، والجرم الفضائي الأقرب إليها. للوصول إلى هناك بالطائرة تحتاج إلى 17 يوماً كاملاً، ويكفيك الكثير من الهواء طوال سفرتك. لحسن الحظ لسنا على متن الطائرة. مع زيادة السرعة يصل رواد الفضاء إلى كوكب المريخ، رابع كوكب بعيد عن الشمس، وهو موطن لأطول الجبال في النظام الشمسي، جبل أوليمبوس، وهو عملاق لدرجة أنه واضح من الفضاء حتى. تتجاوز مركبة الأمل الكوكب الأحمر وتقترب من العائق الثاني، حزام الكويكبات. احترس الآن، مركبتنا بارعة وذكية للغاية، لذا ستتمكن بسهولة من تفادي صخور الفضاء. انظر، هل رأيت ذلك الجسم العملاق؟ ليس كوكباً بل سيريس، أكبر كويكب قريب من الأرض، يتجاوز قطره 960 كيلومتر، أي أكثر من ضعف طول الأخدود العظيم أو الجراند كانيون. أوه يا إلهي، من المؤكد أن جمال هذا العملاق قد أدهش الطيارين. تقترب منهم الكويكبات الأصغر حجماً. أوه، كادت تصدمنا. أوبس، نجونا بأعجوبة. لقد خرجوا الآن من الحزام وسيزيدون السرعة مجدداً. المحطة التالية المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، وهو عملاق غازي يصل قطره إلى حوالي 143,000 كيلومتر، مما يجعله ضعف حجم كوكب الأرض بـ11 مرة. انظر إلى تلك الدوامة العملاقة على سطحه، أرأيتها؟ هذا إعصار يهب لقرون، وهو في حد ذاته ضعف حجم كوكبنا بمرتين. يميل الطيارون قليلاً بالمركبة إلى أحد الجانبين ليبتعدوا عن حلقات كوكب زحل الشهيرة، وهي مصنوعة من الجليد والصخور، وتمتد على مساحة تقارب المسافة بين القمر وكوكب الأرض. يا للعجب، هل كان ذلك مذنباً؟ نجونا بأعجوبة مجدداً. تلك الأشياء المذنبة بالأساس عبارة عن قطع جليدية عملاقة تجوب الفضاء، وقد حلقت إحداها للتو قريباً جداً من مركبتنا الفضائية البطلة. بسرعة تقارب سرعة الصوت تمر المركبة بمدار كويكبين آخرين، وأصبح الآن بعيدين ويصعب رؤيتهما، لكننا نتوجه صوب الكوكب القزم الأول لنظامنا الشمسي، بلوتو. وفي مكان ليس ببعيد يمكن رؤية شارون، أكبر أقماره الخمسة. إنه كبير جدا لدرجة أنه لا يدور حول بلوتو فحسب، بل يوهمنا كأن بلوتو يتراقص حوله أيضا، وهي تسير بسرعة الضوء الآن تقريبا تسابق المركبة الفضائية الضوء لتصل إلى حزام كايبر،
ثاني حزام كويكبات في طريقه للخروج من النظام الشمسي. تطفو قطع من الجليد في طريقها، ويجدر على رواد الفضاء الحذر جيداً ليمروا عبرها. احترسوا! خدش أحد الكويكبات المارقة مركبتنا الفضائية. في مثل هذه السرعة حادث أكبر قد يكون مدمراً، لكن خدشاً كهذا سيء جداً. لذا أنزل السرعة لإجراء بعض الإصلاحات، بينما يوجه الطيارون مركبة الأمل خارج الحزام بكل حرص وعناية. لكن ما هذا الشيء العملاق الذي يعيق رؤيتنا؟ آه، إنه إيريس، كوكب قزم آخر بحجم بلوتو، مما يعني أننا مررنا عبر النظام بسلامة، وسنقترب أخيراً من حدود النظام الشمسي. لا يزال أمامنا سوى عائق واحد، سحابة أورت. الهدوء الآن، لقد حانت لحظة الحقيقة. لا تزال السحابة بعيدة جداً رغم أننا نسير بسرعة الضوء. سنستغرق سنة على الأقل، لذا تجهز مركبة الأمل نفسها لإطلاق العنان لسرعتها الفائقة والمتطورة. مستعد؟ انطلق! في لمح البصر تصل مركبة الأمل إلى الحواف الداخلية لسحابة أورت، آخر حزام كويكبات موجود في النظام الشمسي. ليست خطيرة مثل الحزامين السابقين، لأن الكويكبات هنا بعيدة عن بعضها البعض، لكن لا يزال المرور عبرها غير سهل. لذا تشق المركبة طريقها بين الصخور الجليدية بكل حرص وعناية. سحقاً، هذا مذنب آخر وواحد أيضاً، مذنبان في آن واحد، وتنجذب كلتاهما بطريقة ما إلى المركبة الفضائية. لا! ماذا؟ هل هم على قيد الحياة؟ أوه، فهمت. لقد اصطدم المذنبان ببعضهما البعض خلف مركبة الأمل، وقوة الاصطدام قد دفعتها إلى الأمام. أوه يا إلهي، لقد قلقت عليكم يا زادة. حسناً، لقد وصلنا أخيراً الآن إلى حدود النظام الشمسي، ويبدأ الفضاء الأعظم، ومن الآمن زيادة السرعة مجدداً. تجتاز مركبة الأمل عدة سنوات ضوئية، ونحن ننظر الآن إلى أقرب نجم للشمس، ويسمى القنطور الأقرب، ولديه شقيقان، رجل القنطور ألف أو رجل القنطور باء. لا يزال من غير المعلوم ما إذا كانت هناك حياة على وجه كواكب نظام هذا النجم. زادت المركبة الفضائية من سرعتها مجدداً. حان الوقت لبعض الإثارة، والآن تبدأ سلسلة من القفزات، وتحمل كل وثبة مركبة الأمل مسافة آلاف السنوات الضوئية في اتجاه الكون الفسيح. يزداد المقياس اتساعاً، ونحن الآن ننظر إلى مجرة درب التبانة وجمالها الآسر، بينما لا نزال داخلها. أليست ساحرة بحق؟ لكن ليس لدينا وقت نضيعه، مع كل قفزة نجتاز مسافات أكبر. ومهلا، هل هناك خطب ما؟ لماذا توقفنا؟ هل هذا؟ أجل، سنشهد الآن زوال نجم. ذلك التيار الضوئي عبارة عن طاقته النووية، والقرص المشع الذي يجذبه يسمى القرص المزود. حلقة من المادة والطاقة تدور حول ثقب أسود هائل. رواد الفضاء محظوظون لأنهم توقفوا في الوقت المناسب، وإلا فسيصبحون كالمعكرونة. تعديل المسار، ضبط المحرك فائق السرعة، وسلسلة أخرى من الوثبات البينجمية التي ستأخذ مركبة الأمل خارج درب التبانة وداخل المجرة المجاورة، المرأة المسلسلة. وهنا نحن على مسافة آمنة نشاهد العجب، ولادة عنقود مجري على بعد آلاف سنوات ضوئية، لكنه كبير بما يكفي لنتمكن من رؤيته بوضوح من هنا. المئات والمئات من المجرات تولد الآن، وفي منتصف جميع كل تلك المجرات يوجد ثقب أسود آخر، وهو نواة العنقود الجديد. قد ضعفت قوته، وبالتالي سيساهم في ولادة النجوم. والآن أخيراً المحرك فائق السرعة مستعد لإيصال رواد الفضاء إلى نقطة النهاية، الإشارة الغامضة. ظلوا يتلقونها منذ مغادرتهم لكوكب الأرض، وتتزايد قوتها مع كل وثبة في الفضاء. والآن يتوقعون أن تصبح أكثر وضوحاً حتى، لأن الوثبة التالية ستأخذهم إلى مسافة مليار سنة ضوئية. نحن الآن في مكان غريب، هناك العديد من النجوم، وجميعها تحوم حول ثقب أسود صغير، ولكل نجم بضع كواكب على الأقل يحوم حولها. انظر، اقترب أحد النجوم كثيراً، وانبثقت منه نافورة ضوئية تتدفق نحو الثقب الأسود، لكن يقتلع النجم نفسه مبتعداً، ويواصل حركته البطيئة. وهنا صارت الإشارة أقوى،
لكن ليس بالقوة التي توقعها رواد الفضاء. والآن تبتعد أكثر فأكثر، ليس هناك خيار آخر سوى الاندفاع مجدداً، ومن يدري إلى أين المصير. المكان مظلم وهادئ، هادئ كثيراً في الحقيقة، ظلام دامس وصمت مطبق. ومن ثم تلتهم موجة ضوئية المركبة الفضائية، يتأملونه بأعين لا تصدق ما تراه. إنهم في حافة كل شيء، حافة الكون كما نعرفه. هناك جدار لضوء راقص لا يختلف عن الأضواء الشمالية لكوكب الأرض، لكنه يتمتع بجميع التدرجات اللونية للأحمر والأصفر بدلاً من الأخضر، ويبتعد بسرعة كبيرة جداً، يحمل معه الإشارة التي أصبحت أقوى بشكل مفاجئ. طوال هذا الوقت كانت مجرد مطاردة، والآن ما باليد حيلة سوى اللحاق بالهدف حتى النهاية. يجهز الطاقم أنفسهم ويندفعون إلى هناك خارج كوننا. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.